حبيباتي يا بنياتي، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنشاركوا ان شاء الله الفول، فول قناوة، باش ناكلوا كل شيء، باش ناكلوا الفول وناكلوا العدس وناكلوا الحمص وناكلوا كاع القطاني. غنبدلوا اليوم واحد الطبق سميتو فول قناوة. كنحتاجو جوج مطيشات محكوكات، واحد الفلفلة محكوكة، واحد البصلة محكوكة، واحد ربعة دروس ديال الثوم، شوية القزبر ومعدنوس، شوية البزار، شوية زعفران شعرة، شوية الملحة. بقاو معايا. بسم الله غندوزو الطريقة. هاد الفول بيتناه ليلة كاملة في الماء، ودابا غادي نعاود نديروه يطيب. غنديروه في الماء بارد. بسم الله على بركة الله. نزيدو عليه المطيشة. بصلة محكوكة. بصلة محكوكة. ثومة ما نقطعش. صينة. انا غنديرها صينة. من بعد غادي ندوب مع الفول. البزار. كزبر ومعدنوس، الملحة ماشي دابا، الملحة تيطيب إن شاء الله باش ما يعصاش لينا. الزيت، الزيت أنا ما كنديروش في القاطاني، ما كنديرش فيها الزيت باش إلا كليناها ما نغلاضوش. وبقاو معايا تيطيب إن شاء الله. شفتو؟ كنديرو الملح ديالنا. وليداتي بنياتي، ها هو الطبق ديالنا تسالا كيما شفتوها هويا، ولذيذ وزوين ومزيان في هاد البرد، ياكلوه حتى الدراري الصغار والكبار وكلشي. وشجعوني وديروا ليا اللايك وفعلوا الجرس وتنالوا كل جديد ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم والف شكر، والله يعاونكم ويسهل عليكم.